نلقاو كي يتشارج الاخرى الشابيتر سي معاود. هنا قلت له ماهيش غلطه، ماهيش لله بالواحد معناها غلطت عمل كوبيت بزيد، وحتى هذه ثم حاجه فما ان كلمت وقتها السيد وزير النقل اللي هو كان، قلت له لو عندكم شابيتر سي راهو معاود، راهو فما غلطه، خاطر هو كلمني قال لي شنو السوم هذا اللي حطيته وهذا يسوم بلاش، قال لي باش تخدم هو اقل من بلاش وباش تخسر. كلمته انا قلت له راني قعدت مع جماعه مع تلاين وقعدت مع جماعتي، راهو عندكم الشابيتر سي غالط معاود، وفرضا اللي شابيتر سي اللي تحكي عليه انت باش نزيدوه قداش باش نزيدوه؟ قلت له باش نزيدوه 9 10 مليار دويات باش نخلط ل 67 68، ماهوش ال 87 اللي تحكي عليها جميع الاخرين، واحد في ال 87 والاخر في ال 90 94 والاخر في ال 98. قال لي اسمع اسمع، هذا مش كلام تاع تليفون، كي تجيني انت نحكي كلمة، كي تجيني فهمت انا اللي كي مشيت له قلت له معناها. قال لي اسمع انت علاش القلق ومن هنا وباش دخلنا بعضنا تو باش نعاودوا نرفعوا نحن للبنك الدولي باش نقولوا له راهو هاو النتائج نتاع طلب العروض وراهو من هنا راهو خلي باش تتحل علينا معناها بورقه وباش راسينا نعاود وباش نخسروا 10 اشهر فهمتني؟ عاود لابيل دوفر وعاود الواحد قال لي تعرف كيفاش؟ تو نعمل لك انا تور دو تابل، نكلم جماعه، كلم فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد ناخذ لك من عنده حويجه، ولك تدفع عليهم في امبول حتى يحطهم في مكتوبك وتكل على ربي، امشي على روحك.